بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا شباب هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية وهو السيليولار أدابتيشن. قال لي في المقدمة كده حابب أتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي أول حاجة أنا عندي الجروس ديستيربانس. يعني لو حصل مشكلة في الجروس، قال لك الجروس ديستيربانس ده قد يكون أجينيسيس أو أبليزيا أو هايبوبليزيا. طب إيه الفرق بين المفاهيم دي؟ قال لي فلنفترض إن في عيان سليم عنده كليتين، فمثلا الكليتين اللي المفروض العين الطبيعي هيتولد بكليتين كده، كليتين ده الطبيعي. قال لي لما يبقى عنده اجينيسيس يعني معناها ان الكليه ما اتكونتش، يعني العيان ده اتولد بكليه واحده، تمام. طيب لما يبقى العيان ده عنده ابليزيا يعني ايه الكلام ده، ويعني هايبوبليزيا؟ أبليزيا يعني العيان اتولد بكدني، بس هي مش كدني، هي عبارة عن كدني كده، عبارة عن ايه؟ بط، كدني بط كده، عبارة عن امبريونيك ريمينانت. فده اسميها انا ايه؟ أبليزيا يعني مفيش خلايا تكونت، يعني في كدني بس خلايا الكدني مفيش بقى ايه، لا كورتكس ولا مظلة ولا الكلام ده، فسميها أبليزيا. يبقى ده الفرق بين الأجينيسيس ما تكونش خالص، أبليزيا تكونت ولكن ما فيهاش خلايا تميزها للوظيفة بتاعتها. آخر مفهوم عندنا وهو الهايبوبليزيا، وده معناها إن العيان اتولد بكدني سليمة والكدني التانية كانت صغيرة، عدد خلاياها صغير ولكن موجود فيها عدد خلايا، تمام. يبقى ده الفرق بين الأجينيسيس والأبليزيا والهايبوبليزيا، والتلات حاجات دول عبارة عن كونجينيتال يعني العيان بيتولد بيهم. ندخل بعد كده على الحاجات الاكوايرد، وده موضوع درس النهارده. احنا في البدايه زمان لما قلنا لما يبقى عندي حاجه من السل او يبقى عندي حاجه من الاستريس يعني تغير في الايه، في الانفايرمنت، قلنا ينتج عن ذلك التغير نوع من انواع السيلولار ادابتيشن، الخليه تتكيف مع الوضع او تتكيف مع الاستريس الجديد اللي داخل عليها. وقلنا لما يزيد الاستريس ده عن حده بيحصل السيلولار انجري اللي كانت ممكن تنتهي بالسيلدس. النهارده معادنا مع الجروس ديستربنس او السيلولار ادابتيشن. وقال لي هناخد مقدمه بسيطه جدا، لو فهمناها يبقى احنا كده لمينا المنهج او لمينا الدرس. قال لي اول حاجه لما يقل السبلاي اللي رايح للعضو او تقل وظيفه العضو يحصل ما يسمى بالاتروفي، وهنرسم رسمه جميله جدا توضح الفرق بين الاتروفي والهايبرتروفي. لو قلنا ان دي كده خلايا الكبد وده حجمها الطبيعي وده حجم الكبد الطبيعي، لما يحصل اتروفي قال لك ده ديكريز في السيل سايز، يعني الاقي السيل سايز حصل فيه ديكريز وبناء عليه ديكريز في السايز اوف الاورجن، يبقى حصل ديكريز ان سيل سايز وحصل ديكريز بناء عليه حصل ديكريز في الاورجان سايز بدون تغير في السيل نمبر، يعني السيل نمبر از كونستانت، يبقى ده كده الاتروفي. طيب ايه هو بقى الهايبرتروفي يا شباب؟ قال لي ان الخلايا دي تكبر انكريز ان سيل سايز وبناء عليه انكريز ان اورجان سايز بس بدون تغير في عدد الخلايا وزاوت اني تشينج ان سيل نمبر، يبقى دي مفهوم الاتروفي والهايبرتروفي، تمام. قال لي هناخد بعد كده اربع حاجات او ثلاث حاجات متصلين ببعضهم، واسمها سايكل، نوع من انواع الدائره او الحاجه اللي بتحصل بناء على ستيبس. قال لي لما يزيد الاستريس الواقع على خلايا، فان مثلا احنا لو مسكنا استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم نورمال اهو، حصل عليه ستريس يعني زياده في وظيفته او ايا كان، فاول استجابه هيعملها هايبربليزيا، يزود عدد الخلايا عشان يعرف يتعامل مع التغير اللي بيحصل ده كده، فاول تغير هيحصل لي هايبربليزيا، وبالتالي اقدر اقول هايبربليزي انكريز ان سيل نمبر. طيب قال لي بعد كده الاستريس فضل موجود يعني زاد الاستريس وفضل موجود، قال لي فان الخلايا دي تتحول لنوع يقدر يتكيف مع الاستريس ده. لا انا مش فاهم الكلام ده، عايز افهم الكلام ده، اقول لك ماشي تعال نفهمه. قال له فاكرين مثال البارت اسوفجاس اللي قلناه زمان؟ قال لي ان الخلايا المبطنه للاسوفجاس مثلا بلاش اللور سيرد خليها في الابر تو سيرد، فهي ستراتيفايد
سكويموس ايبيثيليا ويكون نون كيراتينايزد، بينما الخليه المبطنه لجدار المعده فبتكون سيمبل كولامينر. وقلنا ان الخلايا اللي هي الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم بتعيش في وسط الكلاين، بينما الخلايا بتاعت السيمبل كولامينر تعيش في وسط اسيديك. وقلنا لما يحصل مرض اللي هو الجيرد الجاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، يعني الاسيد يطلع كده، فاول استجابه ده يعتبر ستريس، فاول حاجه هتعملها الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم ان هي تزود السيل نمبر، تزود عدد الخلايا، وده يسمى بالايه؟ بالهايبربليزيا. فضل الجيرد موجود وفضل الاسيد عمال يطلع في لفوق، ايه اللي يحصل؟ قال لي ببساطه شديده جدا الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم يتحول لنوع من انواع الخليه يقدر يتحمل الاسيد ده. ايه نوع الخليه اللي يقدر يتحمل الاسيد ده؟ اللي هي الجاستريك ميوكوزا اللي هو السيمبل كولامنر، يحصل له ميتا بليزيا. عشان كده نقدر نقول الميتا بليزيا هي تشينج ان سيل تايب due to increase in stress، زيادة في الاسترس of same type. يعني of same type أو of same category اللي عندك؟ قال لي أنا عندي السيلز بتاعت جسمي كلها معروفة طلع من ثلاثة origins، يا إما من ectoderm اللي بيكون السكين والنيو والنيرفوس سيستم، أو mesoderm اللي بيكون البون والكارتريج والمسلز، أو endoderm اللي بيكون اللايننج بتاع الهولو أورجانز. تمام؟ فبالتالي لما أنت دلوقتي لما يبقى مثلا ايبيثيليا من الايكتوديرم يتحول لنوع اخر من الايبيثيليا، بس ما ينفعش يتحول لحاجه تبع الميزوديرم ولا ينفع يتحول لحاجه تبع الاندوديرم. يبقى دي ده مفهوم الديفينيشن، يبقى ده مفهوم الميتابليزي تشينج ان سيل تايب اوف سيم كاتيجوري. قال لي طيب فضل الاسترس موجود وما حصلش اي تغير، يحصل حاجه ما تسمى بالديسبليزيا. والديسبليسيا ليها كرايتيريا مهمة جدا عشان نفهمها لازم نرسم ونجيب الوايت بورد بتاعتنا. فهنفترض ان احنا عندنا سم استراتيفايد سكويموس ايبيثيليم، سمبل استراتيفايد سكويموس ايبيثيليم، هنرسمه في رسمة سمبل خالص. تمام؟ طبعا معروفة ان اول لير بتكون بيزل، البيزل سيلير بتكون طول كولامينر، بعد كده اللير اللي بعديها بتكون بوليهيدرال، بعد كده اللير اللي بعدهم بتكون سبندل لايك. ده كده تركيبه الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم. قال لي يا شباب لما بيحصل ديسبليزيا فبيحصل شويه تغيرات، عشان نفهمهم لازم نفهم حاجات شويه في النورمال. قال لي اول حاجه في النورمال لازم افهمها، اول حاجه لازم افهمها واول حاجه بتحصل في الديسبليزيا هو انكريز ان سيل نمبر. يعني ايه؟ يعني حصل عندك هايبر بليزيا، ماشي دي سهله. بعد كده هيحصل لوس اوف حاجتين، الحاجتين دول موجودين في الطبيعي اللي هما حاجه اسمها البولاريتي وحاجه اسمها اليونيفورميتي. طيب انا عايز افهم يعني ايه بولاريتي ويعني ايه يونيفورميتي. اليونيفورميتي يا شباب قال لك ان النورمال تيشو يمتاز بحاجه مهمه جدا وهي اليونيفورميتي. يعني ايه؟ يعني انت لو مسكت الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم وبصيت على البيزل سيل لير كلها هتلاقي كلها طول كولامينر سيلز وذ بيزل نيوكليي، كل الخلايا بشكل يونيفورم، يونيفورميتي متوحد بشكل ايه؟ بشكل متحد او بشكل متماسك. لو بصيت على السيكل اللي هي البريكل سيل لير اللي بعدهم الاقي كل الخلايا عباره عن بولي هيدرال او راوندد سيل، كل البريكل سيلير كلها راوند بولهيدرال فيها يونيفورميتي. بصيت على الطبقه الاخيره الاقيها سبندل شيبد سيلز كلها سبندل شيبد فيها نوع من انواع اليونيفورميتي، وده اول حاجه بفقده لوس اوف يونيفورميتي. يبقى انا لو عايز ارسم الرسمه بحسب يحصل لها ديسبليزيا هلاقي الرسمه بالمنظر ده كده. يبقى اول حاجه حصل انكريز في السيل نمبر. تاني حاجه فقدت حاجتين، ما هم اول حاجه اليونيفورميتي وفهمنا يعني ايه، بعد كده لصف حاجه مهمه جدا اسمها البولاريتي. يعني ايه بولاريتي؟ قال لي لما امسك السكويموس استراتيفايد سكويموس ايبيثيليم من تحت لفوق الاقي ايه؟ الاقي هناك تمايز في انواع الخلايا من وانا طالع من تحت لفوق. ازاي؟
يعني البيزل سيل كولامينر، طول كولامينر، طلعت البريكل سيل الاقيها ايه؟ بوليهيدرال راوندد، طلعت للاخر لير الاقيها سبندل، طلعت في الاخر الاقي شويه كيراتين، فحصل تميز لانواع الخليه من البيز للايبكس. هذا التميز يسمى بالبولاريتي. طب هل هنا في بولاريتي؟ لا، ده هنا الدنيا كلها ايه؟ سايحه في بعضيها. يبقى لوس اوف يونيفورميتي، الخلايا مش زي بعضيها، ولوس اوف بولاريتي. بعد كده 3 و4 و5 كلهم يبداوا بكلمه نيوكلير. اول حاجه يا شباب يقول لك نيوكلير اند سيلولار ليومورفيزم. ليومورفيزم يعني ايه؟ ليومورفيزم يعني متعدده الاشكال. طبعا ابص هنا الاقي خليه كبيره وراوند، هنا الاقي خليه سمول وراوند، هنا الاقي خليه عامله المنظر ده، وهنا الاقي خليه عامله المنظر ده، وهنا الاقي خليه اوفال. يبقى في اشكال الخليه مختلفه، يبقى عندي سيلولار ليومورفيزم. كمان شكل النيوكلياي مختلف، ابص هنا الاقي نيوكلياي اوفال، هنا راوندد، هنا مش عارف عامله اوفال، هنا مش عارف سمول راوندد، هنا كده مثلا كيدني شيب. يبقى عندي حاجه تسمى بالنيوكليير ليومورفيزم، تعدد اشكال السيلز وتعدد اشكال النيوكلياي. تمام. بعد كده الاقي حاجه اسمها نيوكليير هايبر كرو ماتزم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا النيوكلياي كانت صغيره خالص. بص النيوكلياس هنا منظرها ايه؟ زاد الكروماتين، زاد حجم النيوكلياس، يبقى النيوكلياي زاد الكروماتين اللي فيها، وبالتالي اخذت مساحه كبيره، عشان كده سميتها نيوكليير هايبر كروماتزم. بعد كده لما زاد الكروماتين فزاد حاجه مهمه جدا، نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو. يعني ايه؟ زاد، يعني المفروض النيوكليس كانت بتشغل حيز صغير جدا من السيتوبلازم، اصبحت تشغل حيز كبير من السيتوبلازم، عشان كده قلت زياده في النيوكليو سيتوبلازميك ريشيو يا شباب. تمام. اخر حاجه، طب الكرايتيريا دي يا شباب هي الكرايتيريا بتاعه المالجنسي. طيب ايه اللي ما يخلانيش اقول على دي مالجنسي او كانسر؟ حاجه مهمه جدا، انتكت بيزمنت ميمبرين. يعني البيزمنت ميمبرين ده الخلايا الديسبلاستيك كلها فوق البيزمنت ميمبرين، مفيش خليه عملت انفيشن، لان لما خليه من دول تقع تحت وتعمل انفيشن لللاير اللي تحتيها وتعمل انفيشن للبيزمنت ميمبرين، انت هنا امام كارسينوما. تمام. هنقرا بقى الكلام مع بعض. يقول لك ايه؟ يقول لك الديسبليزيا يكون ديس بلاستيك سيلز، والكرايتيريا بتاعت ديس بلاستيك سيلز زياده في السيل نمبر، لوس اوف البولاريتي واليونيفورميتي، وحصل سيلولار اند نيوكليير ليومورفيزم، ونيوكليير هايبر كروماتيزم، وانكريز النيوكليوسيتوبلازميك ريشيو، واخر حاجه انكريز الميتوتيك اكتيفيتي، طبعا نتيجه زياده السيل نمبر، طبعا نتيجه الهايبر بليزيا، ففي زياده في الميتوتيك اكتيفيتي، واهم حاجه يا شباب انتكت، اهي انتكت بيزمنت ميمبرين، لان الديسبليزيا لما تبقى عنيفه يبقى اسمها كارسينوما ان سايتو برضه ويز انتكت بيزمنت ميمبرين. لما يحصل انفيجن بالمنظر ده كده للبيزمنت ميمبرين يبقى انت امام كارسينوما. تمام. كده خلصنا من المقدمه، ودي مهمه جدا. هنمسك بعد كده كل طيب من دول ونتكلم عنه كديفينيشن وكايتيولوجي، واحنا عندنا عنه فكره كويسه جدا. اول حاجه يا شباب الاتروفي، الاتروفي ديفينيشن ديكريز ان سيل نمبر، ان سيل عفوا سايز، يؤدي الى ديكريز في الاورجان سايز، وخلصنا الكلام ده كده. قال لي الاسباب، قال لي الاتروفي والهايبرتروفي والهايبربليزيا كلهم ممكن يحصلوا بسبب فيسيولوجيك، وممكن برضو يحصلوا بسبب باثولوجيك. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه يا شباب الاتروفي قد يكون سببها فيسيولوجيك وقد يكون باثولوجيك. الفيسيولوجيك او الباثولوجيك قد يكون لوكالايزد يعني في عضو واحد، او قد يكون جنرالايزد في الجسم كله. طيب اديني امثله. قال لي الفيسيولوجيك اللوكالايزد عندنا مثالين مشهورين جدا، المامر جلاند او البريست تيشو بعد المينوبوز، الست بعد المينوبوز بيقل الاستروجين اللي فيها، فبالتالي بيحصل ضمور او اتروفي للبريست، البريست يظهر، هيفقد الضغط واللبيوز والقصه اللي جواه دي كلها. مثال تاني حي واخدتوه في الاميونتي، السايمس، السايمس جلاند موجوده من اول ما بنتولد لغايه سن 12 13 سنه، تكون الليمفوسايتس ومسؤول عن الماتيوريشن بتاع التي سيلز، عند سن 12 13 سنه يحصل لها اتروفي. طيب اديني مثال الجنراليز اتروفي تكون فيسيولوجيك، السينيلتي، انسان بيكبر في السن بيحصل ضمور في كل شيء في جسمه فيما يعرف بيه السينيلتي.
ده بالنسبه للفسيولوجيك كوزس. نيجي للباثولوجيك كوزس يا شباب، فهي قد تكون لوكالايزد يعني في عضو واحد، او قد تكون جنرالايزد. تعالوا نخلص من الجنرالايزد يا شباب. قال لي لو انت ما قل التغذيه خالص، يعني ايه للاكل في حاله المال نيوتريشن والستارفيشن، طبعا قل النيوتريشن لكل اعضاء جسمك، فبالتالي كل اعضاء جسمك هيحصل لها اتروفي. ده جنرالايزد وباثولوجيكال. تاني نوع يا شباب هو المايوباسي، والمايوباسي هو ضمور في العضلات. لو تفتكروا ستيف هاوكينج بتاع الفيزياء ده كده، كان عنده نوع من انواع المايوباسي، حاصل اتروفي في اغلب عضلات جسمه او كل عضلات جسمه، وبالتالي مش شغاله. تالت مثال حالات اسمها انكريز الكاتابوليزم. هناك بعض الامراض يا شباب بتؤدي الى انكريز الكاتابوليك ستيت، او الحاجه تسمى البيزل ميتابوليك ريت بتاعه الجسم، وبالتالي تؤدي الى ويت لوس يكون ايه اكستريم ويت لوس، يعني العيان يبقى مثلا وزنه 70 كيلو قبل، يقول لك انا دلوقتي وزني 45 كيلو. توصل حاجه، هذه الحاجه تسمى بالكاشيكسيا، والكاشيكسيا دي ساين مشهوره جدا للماليجنانسي والتي بي. تمام، نتكلم بعد كده على النقطه اللي هي اللوكالايز. كده خلصنا الجنرالايز، نتكلم على اللوكالايز. واللوكالايز يا شباب امتى عضو يحصل فيه اتروفي او ضمور؟ قال لك لما تقل التغذيه بتاعته او يقل الاستخدام بتاعته. مش فاهم، فهمني. يقل الغذاء، قال لك يقل البلاد سبلاي، او يقل النيرف سبلاي، او يقل الهرمونال سبلاي. اديني امثله عشان افهم. قال لما يقل البلاد سبلاي يحصل حاجه اسمها اسكيميك اتروفي. طب اديني مثال. قال لك سمول اتروفيك كيدني في عيان اللي عنده اثروسكلروز تصلب شرايين، حاصل اسكيميا في الكيدني، وبالتالي عنده سمول اتروفيك كيدني عشان قل البلاد سبلاي. تاني نقطه يا شباب، لما يقل النيرف سبلاي بتاع العضو ده كده يحصل حاجه اسمها نيوروباثيك اتروفي. اديني مثال، البوليومايلايتس، عيان اللي عنده شلل الاطفال بيبقى عنده ضمور في عضلات رجليه وبالتالي بيعرق. عيان تاني اللي بتاع الهيموبليجيا اللي عنده شلل نصفي، ابص على جسمه الاقي نص الجسم اللي شغال بيتحرك، المصل سيركمفرنس بتاعته او المصل بالك بتاعته سليمه، بينما الجزء اللي مش بيتحرك الاقي فيه اتروفايد ماسلز. تالت مثال، الهرمونال سبلاي لما يقل يا شباب زي مثال الهايبوبيتيوتاريزم. كلنا عارفين ان البيتيوتري جلاند بتطلع هرمونز زي مثلا ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، ده كده بيعمل استيميوليشن لاغلب، يعني بتطلع هرمونز بتعمل استيميوليشن لاغلب الاندوكراينال جلاندز، من ضمنهم مثلا تي اس اتش اللي بيعمل تحفيز للثايرويد، وبالتالي بيحصل هايبوبيتيوتاريزم، وبالتالي بيحصل اتروفي في الجلاندز اللي هي الادرينال، اللي هي عفوا الاندوكراينال جلاندز، مثال الثايرويد والسوبرارينال جلاند. يبقى دي كده ثلاث اسباب بتاعه قلل الغذاء. طيب ايه تاني يعمل لوكالايزد اتروفي؟ قال لك لما يقل الاستخدام. اديني مثال، طبعا اديك امثله كتيره جدا. قال لي لو انت عملت كاستنج، يعني زمان قبل ما يخترعوا الشرايح والمسامير كانت الكسور بتاعت الرجلين بيعمل كاستنج 6 اسابيع، فبعد 6 اسابيع يا شباب نلاقي المسلز بتاعت رجليه حصل لها اتروفي، قلت في الحجم. تمام، وبالتالي عشان كده عملوا الفيسيو سيرب، اللي حاجه مهمه جدا ومرتبطه جدا بالكسور والحوادث والعظام. يبقى ديس يوز اتروفي. تمام، وبرضه طبيعيا برضه لو انت برضه لما بتستخدمش اي حته في جسمك بيحصل لها ديس يوز اتروفي. ماشي، كده خلصنا الاسباب بتاعه اللوكالايز. بتضيف عليهم السبب السادس، وهو حاجه اسمها بريشر اتروفي. قال لك وجدوا ان لما يبقى عندك تيومر عمال يكبر يكبر يكبر، فبيضغط على الادجيسنت اورجان، بيضغط على الادجيسنت اورجان. يعني مثلا لو افترضنا مثلا ان دي مثلا ليفر، وطالع تيومر مثلا من الجول بلادر، من الجول بلادر طالع تيومر عمال يضغط على خلايا الليفر، فيحصل في الليفر ده اتروفي يسمى بالبريشر اتروفي. تمام، يبقى التيومر سيل يعمل كومبريشن للاورجان فيعمل له اتروفي. مثال مشهور جدا عندنا العيان اللي عنده جويتر يا شباب، اللي عنده تضخم وحوض في الثايرويد، احد الاسباب بيضغط على التراكيه بتاعت العيان فيعمل حاجه اسمها تريكيو ماليشيا. دي حاجه مش عليكم بس انا بقولها لكم، تريكيو ماليشيا. تمام، تريكيو ماليشيا دي سبب مهم جدا، ان بعد العيان ما بيعمل عمليه الاقي التراكيه نفسها حصل لها كولابس والعيان دخل في اختناق. تمام، ودي حاجه بعملها بتست بسيط جدا تعرفوه ان شاء الله في الجراحه. يبقى كده الاتروفي فيزيولوجيك باثولوجيك لوكالايز جنرالايز لوكالايز جنرالايز. الاسباب اللوكالايز قلل الغذاء وقلل الاستخدام، وعرفنا اسباب الجنرالايز وخلصنا الحته دي. كده ندخل على اللي بعده. قال اللي بعده يا شباب الهايبرتروفي، ونفس القصه. الهايبرتروفي يا شباب هو انكريز في السيل سايز،
يؤدي الى increase في الاورجان سايتس but without تغير في السيل نمبر. مهمه جدا الكلام ده، سواء الهايبرتروفي والاتروفي، عندي عدد الخلايا ثابت. طب ايه السبب؟ قلنا في الاتروفي يا اما نقلل الاستخدام، تمام، يا اما نقلل التغذيه. هنا العكس، يا اما زادت التغذيه زي البروتين سينثيسيس زاد، او زاد الديماند الجسم محتاجه بكثره كبيره، او زاد الاستيميوليشن زاد التحفيز. يبقى انا يا اما عايزه بشكل ضروري، او بحفزه بكثره، او بخلي فيه بروتين سينثيسيس بشكل كبير. طيب ايه الاسباب؟ قال لي قد تكون فيسيولوجيك وقد تكون باثولوجيك. الفيسيولوجيك يا شباب عندي مثالين مشهورين جدا، اليوترس في البريجننت، قال ان النورمال يوترس ده بيكون طوله اصلا 9 سم، اللي بيوصل لوزن رهيب جدا، وبدل ما هو واصل للسيمفيزيوس الاقيه واصل عند، بدل ما هو واصل للبيوبيك تيوبريكل او تحت البيوبيك تيوبريكل يعني في الحوض، بدل ما هو بيلفيك اورجان الا دي ووصل للسيمفيز بيوبس في الشهر التاسع، يبقى اليوترس. تاني مثال حضرتك لما تروح الجيم بيبقى استرايت، طبعا الكلام ده مش طب، طبعا استرايتد ماسلز بتعمل ايه لما تعمل عليها ايه؟ تزود لها الاستيميوليشن وتزود عليها الديماند وتديها بروتينات وكده، فان يحصل لها هايبرتروفي، وده بيحصل في الاسليتس اللي هو طبعا مش عندنا. تاني حاجه الباثولوجيك كوزز بتاعت الهايبرتروفي، ايه الباثولوجيك كوزز بتاعت الهايبرتروفي يا شباب؟ قال لي عندي، ودي حاجه بقى عشان حبوا الليله تمشي رخمه، فقالوا اشمعنى الاتروفي؟ قال لك انا عندي لوكالايز جنراليس، انا عايز اقسم اي تقسيم عشان صعب على الناس الحاجه. قال لي خلاص احنا نقسمها لاسمين، حاجه اسمها ادابتيف وحاجه اسمها كومبنساتوري. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم يعني ايه كومبنساتوري في الاول. عندي اي بيرد اورجانز، يعني بيرد اورجانز يعني خلايا او اورجانز انا مولود بيرد، يعني مولود بجزئين منهم، زي مين؟ اشهر مثال الكدني، انا مولود بتو كيدنيز، مولود بتو تيستس، مولود بتو لانجز. لو حصل لص لواحد فيهم فان الاورجان الثاني هيحصل له هايبرتروفي. ليه؟ عشان يؤدي وظيفه الاورجان الثاني. عشان كده لو عملت العيان نيفريكتو يعني شلت له الكيدني في عمليه مثلا بسبب حصوات او بسبب تيومر او بسبب مثلا ان اي مشاكل، تمام، فبالتالي ان الاقي ان الكيدني الثاني حصل له هايبرتروفي، زادت في الحجم عشان تؤدي وظيفه الاثنين. يبقى دي فكره الايه؟ الكومبنساتوري. طيب فكره الادابتيف، قال لي عشان نفهم فكره الادابتيف بنرسم رسمه او بنتخيل رسمه كويسه جدا. قال لي لو انا افترضت مثلا ان ده قلب، والقلب ده مثلا ودي الاورطه، القلب ده عباره عن هولو اورجان، ماسكولار هولو اورجان، بيضخ الدم كده في الاورطه الليفت فينتريكل. قال لي لما يزيد البريشر هنا او تزيد الريزيستنس، بدل ما كان الدم بدل ما القلب كان بيبذل مجهود يقدر كده عشان يطلع الدم، زاد البريشر قدامه، زادت الريزيستنس قدامه، فبقى القلب عايز يبذل مجهود مضاعف، مجهود زياده عن اللزوم. هذا المجهود الزياده عن اللزوم هو مش قادر يضخ الدم، فيتصرف ازاي؟ قالك بس انا ازود حجمي عشان اقدر اضخ الدم، اعمل هايبرتروفي. وهذه الهايبرتروفي اسمها ادابتيف هايبرتروفي. ليه؟ عشان اقدر اعمل ادابشن، اتكيف مع الوضع اللي حاصل. واداني امثله مهمه جدا، قال الادابتيف هايبرتروفي بيحصل في الهورو اورجانز، واداني مثالين، الليفت فينتريكولار هايبربليزيا، وهو الليفت بيحصل الليفت فينتريكولار هايبرتروفي عفوا، ودي بتحصل مع الكونجستيف هارت فيلير. فاوعى تصدق يا ابني اللي يقول لك قلبه كبير فقلبه طيب، لا، اللي قلبه كبير ده عنده كونجستيف هارت فيلير، ودي بتحصل نتيجه في الليفت فينتريكل لما احنا مسكت كده لما يزيد الضغط عليها. طب يزيد الضغط عليها امتى؟ يا اما انفتحت الاورطه دي ضاقت يبقى اسمه اورتيك استينوزيس، يا اما البريشر اللي في الاورطه عالي، بدل ما كان 80 هو المفروض البريشر الطبيعي في الاورطه 80 اثناء الدايستول و120 اثناء السيستول، زاد البريشر في الاورطه ده يزود معانا، يزود البريشر، يزود الضغط، يزود اللود على القلب، فتاني سبب الهايبر تنشن. اخر سبب يا اخوانا اسمه الميترال ريجيرج. الميترال ريجيرج يا شباب انا عندي، لو انا افترضت دول اربع غرف بتوع القلب، ده الليفت سايد وده الرايت، دي اتريوم وده فينتريكل وده اتريوم وده فينتريكل، والفينتريكل ده طالع في الاورطه والفينتريكل ده طالع في البلمونري. هنا في صمام ما بين الاورطه والفنتريك على مستوى الليفت سايد اسمه الميترال فالف. لو حصل ميترال فالف ريجيرج فان الدم اللي بيتخزن في الاورطه هينزل
على الفنتريكل وهو مقفول، وبالتالي هيزيد حجم الدم اللي موجود في الفنتريكل زياده عن اللزوم، وبالتالي الخليه بتاعت القلب عشان تقدر تضخ كميه الدم اللي زياده دي هتحاول تزود حجمها بالهايبرتروفي. ودول كده الثلاث اسباب بتوع الليفت فنتريكولر هايبرتروفي: هايبرتنشن واورتيك سنودس وميترال جيرج. بعد كده اداني ثلاث امثله في السموث ماسل هايبرتروفي والسموث ماسل، نفس الفكره. استومك، لو احنا رسمنا رسمه استومك بالشكل ده كده، معروف ان الاستومك يا شباب بيتكون من فندس وبادي وبايلورس. قال لي لما في سبب في مرض ما يعمل بايلوريك ستينوزس، يعني خصوصا الجاستريك ألسر، تعمل بايلوريك ستينوزس ديودينال والجاستريك ألسر، يعملوا بايلوريك تضيق الفتحه دي، فالاستومك مش قادره تنزل الفود اللي فيها، فتعمل ايه؟ قال لك تزود حجمها، تعمل هايبرتروفي. تاني مثال اليورينري بلادر يا شباب، اللي هي المثانه اللي جايله الحالب من هنا وجايله الحالب من هنا، قد اليورينري بلادر وبتنزل اليورين في اليوريثرا. لما يحصل اوبستراكشن على مستوى البلادر نيك، المنطقه دي، بسبب ستون او بسبب الهارديز، فان اليورينري بلادر مش قادره تنزل الدم، عفوا تنزل البول، فتتصرف ازاي؟ قال لك روح مزوده، عامله هايبرتروفي، تزيد في الحجم عشان تقدر تتغلب على الاستريس اللي زايد ده. فالامثله الاستومك في حاله البايلوريك ستينوزس، اليورينري بلادر في حاله بالهارديز، وطبعا الماسكولار ارتر في الهايبرتنشن. لو انا عندي ارترس كده وحصل زياده في الضغط في العيان، الاقي ان الفيزلز دي عشان تقدر تتعامل مع الضغط دي روح مزوده حجمها، تمام. ولو تفتكروا فكره الهايلاين ديبوزيشن، هايلاين لايك ماتيريال بتاع الفايبرينويد نيكروزس، كان ليه علاقه بالموضوع ده. يبقى احنا كده خلصنا الهايبرتروفي كديفينيشن، كايتيولوجي، كفيسيولوجيك اند باثولوجيكال كوزس. هنتكلم بعد كده يا شباب على حاجة مهمة جدا وهي الهايبربليزيا. وقبل ما نتعرف على الهايبربليزيا مهم جدا نتعرف على السيل تايبس. قال لي الخلايا في جسمي ثلاث أنواع، يا إما ليبل سيلز أو لابايل سيلز أو ستيبل سيلز أو بيرمننت سيلز. إيه الفرق؟ قال لي هقول لك حالا. الليبل سيلز دي في مرحلة ميتوزس على طول في مرحلة انقسام، زي مين؟ زي خلايا الجلد. بينما الاستيبل سيلز دي تعمل انقسام ميتوزس وين نيدد، يعني انت تحت الطلب، زي مين؟ اشهر مثال يا شباب عندنا، يا شباب اشهر مثال جدا الليفر. انا طبعا في زراعه الكبد مش باخد كبد كامل ازرعه، لا ده باخد فص من الكبد ازرعه، والفص ده يكون كبد كامل. ازاي؟ لان ده نوع من انواع الستيبل سيلز، له القدره على الانقسام عند الحاجه. بينما البيرمننت سيلز هي خلايا لا تنقسم، doesn't divide like mean like brain، تمام يا شباب. يبقى ليبل سيلز وستيبل سيلز وبيرمننت سيلز. وبعد كده اخلك فكره عن حاجة اسمها، طبعا اخدتها في الهيستولوجي. قال لي انا عندي الخلية في حاجة اسمها السيل سايكل. الخلية لما تبقى في حالة انقسام دائم زي الليبل سيلز، تبقى في السيل سايكل اللي هي جي 1 وام ام وجي 2 واس ام، دي كميتوزس، جي 2 اللي هي جروس فيز 2، والاس 4 دي ان اي دوبليكيشن، والجي 1 فور جروس فيز 1، تمام. قال لي ده مرحلة الانقسام، والخلية بتنقسم بتبقى داخلة في السيل سايكل دي، والخلية اللي تنقسم تبقى في حالة الجي 0. فالليبل سيلز قال لك دي خليه على طول في السيل سايكل، داخله في السيل سايكل. الستيبل سيلز لا، دي خلايا دي بتبقى موجوده في الجي 0 بس لها القدره ان هي تتحول للجي 1 وتدخل السيل سايكل عند الحاجه والنيدد، بينما البيرمننت سيلز في الجي 0 اند نيفر جوز تو ذا سيل سايكل. يبقى الهايبربليزي انكريز النمبر اوف سيلز، ايتيولوجي قال لك انكريز الريكروتمنت اوف سيلز، منين؟ من الجي 0 للسيل سايكل بتاعتنا. وعرفنا تايبس اوف سيلز، الاسباب زي ما متعودين فيسيولوجيك وباثولوجيك. الفيسيولوجيك عندي ثلاث اسباب مشهورين جدا، البريست بتاع الستات بيحصل عند البيوبرتي، كمان برضو بيحصل مع البيوبرتي، وبيحصل ايضا مع البريجنسي او الفيدنج.
اليوترس يا شباب طبعا اليوترس بيحصل مع البريجنانسي، وكذلك الاندوميتريوم بيحصل مع البريجنانسي. البناين بروستاتيك هايبر بليزيا في الرجاله، ودي طبعا ايه حاجه بتبقى موجوده وغالبا بتبقى باثولوجيك مش فيسيولوجيك. يبقى عندنا ثلاث حاجات في الستات: بريست ويوترس واندوميتريوم وبناين بروستاتيك هايبر بليزيا، ثلاث امثله او اربع امثله على الفيسيولوجيك هايبر بليزيا. طب الباثولوجيك هايبر بليزيا قال لك ليها ثلاث اسباب: يا اما هرمونال بسبب هرمونات، يا اما اريتيتيف، يا اما كومبنساتوري. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي هرمونال يعني لو زاد الهرمون السبلاي تو ذيس اورجان. اكزامبل يا شباب، مثل مشهور جدا، لما يزيد الاستروجين خالص يعمل لي حاجه اسمها اندوميتريال هايبربليزيا. عشان كده يا شباب زمان كانوا بيدوا الاستروجين بس كنوع من الانواع الكونتراسيبشن، دي طبعا نوت زياده مش عليكم. زمان كانوا يدوا الاستروجين كنوع من انواع الكونتراسيبشن اللي هو منع الحمل، بس لقوا ان هو بيعمل اندوميتريال هايبربليزيا، والهايبربليزيا هي الخطوه اللي قبل الديسبليزيا، والديسبليزيا هي الخطوه اللي قبل المالجنسي. فبقوا يدوا كومبايند يقول لك اورال كومبايند بيلز او سي بيز، يبقى ده هرمون كده الهرمونال. الاريتيتيف يا شباب لما يحصل اريتيشن، امثله كثيره جدا ولكن هو ذاكر لك مثال حاجه من الليمفويد هايبربليزيا. حضرتك لما عندك تونسلايتس اللي هي التهابات في اللوز، تمسك السبمانديبولار ليمف نود تلاقيها كبيره. ليه؟ لان حصل اريتيشن ليها، فنتيجه الاريتيشن ده حصل ليمفويد هايبربليزيا، يعني زاد عدد الخلايا او الليمفويد سيلز زي البيتا ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس في الليمف نود، فحصل فيما يعرف بالليمفويد هايبربليزيا مع الانفكشن. تمام. اخر حاجه الكومبنساتوري. يعني كومبنساتوري برضو حصلت هايبربليزيا عشان تعوض خلايا. زي ايه؟ لو عملت لوبكتومي في الليفر، يعني شلت اللوب ده كده، فان الليفر يعمل ريجينريشن ويزود الهايبربليزيا عشان يقدر يعمل كومبنسيشن. كذلك في السكين ابريجن يا شباب، كذلك برضو في السيفير هيموروجي الابريجن، حضرتك لما تعور في السكين فالسكين ده بيهيل بالريجينريشن عن طريق انه بيعمل هايبربليزيا. وكذلك السيفير هيموريج، لما يحصل العين ده سيفير هيموريج فاننا فقدنا ار بي سيز كتيره جدا، فنروح بسرعه على المصنع نقول له يا مصنع يا مصنع اللي هو البون مارو، لو سمحت زود عدد الخلايا اللي بتنتجها، اعمل لنفسك هايبربليزيا. كده خلصنا الهايبربليزيا. هنتكلم بقى يا شباب على موضوع يسمى بالميتابليزيا. والميتابليزيا هي ترانسفورميشن اوف سيل تايب، تحول من سيل تايب انتو انذر سيل تايب بس اوف سيم كاتيجوري. فهمنا يعني ايه سيم كاتيجوري؟ قلنا يعني اكتوديرم يتحول جواه، يعني حاجات اكتوديرم يتحول لبعضها زي الابيسيليوم، انواع الابيسيليوم المختلفه تتحول لابيسيليوم. بس مستحيل ابيسيليوم يتحول لمصل ولا مصل تتحول لابيسيليوم، بس الابيسيليوم ينفع يتحول من ستراتيفايد سكويمس لكولامنر، من كولامنر الى سيمبل، وهكذا. وكذلك الميزوديرم ينفع يتحول المصل لبون والبون لفايبروستيش، وهكذا. تمام. يبقى كده الديفينيشن اوف ميتابليزيا. طيب الايتيولوجي بتاعها قال لي انكريز في الاستريس. احنا اصلا كل القصه دي سببها زياده في الاستريس، ماشي. قال لي الميتابليزيا دي قد تكون ايبيسيليا الميتابليزيا بتحصل في الايبيسيليا، او ميزانكايما الميتابليزيا بتحصل في الايه؟ في الميزنكايم، يحصل في او ميزنكايما الايه؟ ميتابليزيا. تمام يا شباب. قال لي اول حاجه قال لي سكويمس ميتابليزيا. السكويمس ميتابليزيا يعني ايه؟ يعني الخلايا هتتحول من النوع بتاعها تبقى استراتيفايد سكويمس ايبيسيليا. زي ايه؟ قال لي السودو استراتيفايد وكولامنر سيليتد سيلز اللي هي بتلاين البرونكس تتحول لستراتيفايد سكويمس ايبيسيليوم لما يبقى العيان ده مدخن في حالات السموكينج. مثال تاني، قال لي الاندو سيرفكس، السيرفكس بتاعت اللي هو في اليوترس اليوتراين سيرفكس، يتحول من سيمبل كولامينر لستراتيفايد سكويمس ايبيسيليوم لما يحصل برولابس. يوتراين برولابس يعني اليوترس بدل ما ثابت في مكانه في البلفس ينزل لتحت مع الاولد ايج. تمام. يبقى يتحول من سيمبل كولامنر لستراتيفايد سكويمس ايبيسيليوم. اديني مثال ثالث، الجول بلادر اللي هي المراره لايند بسيمبل كولامنر ايبيسيليوم لما يحصل كوليسيستايتس اللي هو الالتهاب في المراره تتحول لستراتيفايد سكويمس ايبيسيليوم. مثال رابع، البروستات لايند بنوع من الايبيسيليوم بس بيعمل جلانس كده، فبالتالي مش كاتبينها تعرفها بالتفصيل لما تاخد البروستات،
تتحول في وجود الكرونيك بروستاتايتس لستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، وكذلك الرينال بيلفيس في وجود الكرونيك نيفرايتس يتحول لستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، يبقى دي اسمها السكويموس ميتابليزيا، تحول سيل تايبس من الابيثيليوم زي السودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد سيلز او السيمبل كولامنر او السيمبل كولامنر يتحولوا لستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. تاني حاجة يا شباب، في الابيثيريال ميتابليزيا الكولامنر ميتابليزيا، يعني سيل تايبس تتحول لسيمبل كولامنر، ده ديجيت وجود ستريس. اديني مثال، قال لي الجاستريك والفند جلانس اللي هما بيعملوا لايننج للاستومك يتحولوا من جلاندس كده الى سيمبل كولامنر ابيثيريا مع الجاسترايتس اللي هي الجاستريك ألسر. بعد كده يا شباب هنتكلم على الميزنكايمال ميتابليزيا. يعني ايه؟ يعني تغير في السيل تايب، بس في الكاتيجوري بتاع السيلز هو الميزوديرم، يعني بون يعني كارتريج يعني مصر وهكذا. اجمل واشهر مثال حاجه اسمها تروماتيك مايوسايتس اوسيفيكانس. ده ايه ده؟ قال لو دي بون ودي مصر، لو حصل فراكتشر وحضرتك عملت تدليك لهذا الفراكتشر، لان من عاداتنا احنا لو حصل فراكتشر بنيجي على الفراكتشر يقول لك ايه، ندلك الحته بتاعه الفراكتشر. فلو حضرتك عملت تدليك يحصل ان شويه بون سيلز يهربوا للمصل، فتكون النتيجه ان البون تخف والمصل ينمو فيها شويه بون. يبقى ده اسمه ايه؟ تروماتيك، لانه نتيجه تروما. مايوسايتس لانه مصحوب بانفلاميشن في العضلات. اوسيفيكانز لان حصل اوسيفيكيشن. في بعد كده 3 او 4 امثله تاني يقول لك ان الكارتريج زي التراكيا واللارينكس في الاولد ايج يتحول لفايبروس تيشو. ماشي، ان لو عندي تيوبريك، الفاكرين انتوا التيوبريك بتاعت التي بي، قال لك يحصل لها كالسيفيكيشن. ماشي، قال لي ان الستروما بتاعت التيومر يعني السنتر بتاع التيومر يحصل له فايبروزس. ماشي، وبرضو الاولد سكارز. يبقى ده الميزنكايمال ميتابليزيا، اهم حاجه فيهم التروماتيك مايوسايتس السوفيكينز. طيب انا عايز مثال حي وحيوي وحقيقي على الموضوع ده. قال لي حاجه اسمها الليوكو بليكيا. ليوكو يعني وايت، بليكيا يعني بليكس يعني بطش. قال لي ده عباره عن ايه؟ قال لي بلاقي احيانا مع الديسبليزيا يتحول الـ اي نوع من انواع الخلايا لهايبر كيراتوتيك، يعني فيه كيراتين كتير جدا، استراتيفايد سكويموس ابيثيليال مع سب ابيثيليال انفلاميشن. يعني الاقي المنظر بتاع الايه بتاع الابيثيليا بقى هايبر كيراتوتيك، فيه كيراتين كتير جدا ومعاه شويه انفلاماتوري سيلز تحت. ده الميكروسكوبيك بيكتشر وتطيب انواع الميتابليزيا، اشوفه جروسلي في هيئه ايه؟ في هيئه فيك تخين الريجولار وايت ميوكوزال باتش. الاقي باتش بقع بيضة، تمام، نتيجه كرونيك اريتيشن بتحصل في الطنج، بتحصل في الفالفا، بتحصل في اليورينري بلادر، ودي كده اهم معلومه فيها ان هي بري كانسرس. هتكلم بعد كده على النوع الخامس من السيلولار ادابتيشن وهو الديسبليزيا، واحنا حكينا عليها بالتفصيل وبالتالي مفيش اي كلام جديد. هنقول فيها الديفينيشن، ده عباره عن ديس اوردر دي سيل جروس. نتيجه ايه يا فندم؟ نتيجه ستريس. الاتيولوجي بتاعنا زي ما قلنا كرونيك اريتيشن في الغالب بتحصل في الابيثيليال سيلز. قال لي ان الديسبليزيا لو ما اتصلحتش تبقى كارسينوما انسايت، ودي عباره عن سيفير ديسبليزيا، وبرضو الديسبليزيا انتكت سيل ميمبرين، انتكت بيزمنت ميمبرين، كارسينوما انسايت وانتكت بيزمنت ميمبرين، الكانسر حصل انفيجن للانتكت للبيزمنت ميمبرين وبالتالي تحول الى مالجنسي. وقلنا الخصائص بتاعتنا يا شباب ان اول حاجه زياده في السيل نمبر، وحصل لوس للبولاريتي، وفهمنا يعني بولاريتي، ولوس اوف يونيفورميتي، وحصل سيلولار اند نيوكليار ليومورفيزم، وحصل نيوكليار هايبر كروماتيزم، وانكريزد النيوكليوسابتوبلازميك ريشيو، واخيرا الميتوتيك اكتيفيتي وانتكت بيزمنت ميمبرين. بعد كده هناخد حاجه اسمها الديجريز او الجريدز اوف ايه اوف ديسبليزيا. قال لي لو افترضت ان ده ستراتيفايد سكويموس ابيثيليا، فالديسبليزيا لو جت
في التلت اللي من تحت في اللور ثيرد يبقى اسمها جريد 1 او مايلد. لو جت في اللور تو ثيردس يبقى اسمها جريد 2 او مودريت. لو جت في الهول ثيكنس يبقى اسمه سيفير ديسبليزيا. والسيفير ديسبليزيا له اسم اخر اللي هو الكارسينوما ان سايتو، كارسينوما ان سايتو. طيب عايز مثال حي للكلام ده، السيرفكس حاجه اسمها سيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبلاست، واليورينري بلاتر حاجه اسمها اليورو ثيليال ديسبليزيا، لان احنا عارفين ان اليورينري بلايند اليورينري بلادر لايند باي ترانزيشنال ايبيثيليوم حصل فيه ديسبليزيا تمام نتيجه البلهارزيز. يبقى ده الديسبليزيا عرفنا ما فيها، واهم حاجه فيها الباثولوجيكال تشينجز. ندخل بعد كده يا شباب على الكارسينوما ان سايتو. وما هي الكارسينوما ان سايتو الا ماركت ديسبليزيا وبري مالجنت، وافكرك ان معاها انتكت بيزمنت ميمبرين جروسلي مش بشوفها في الغالب، ولو شفتها بيبقى في صوره الريجولار باتش زي برضو اليوكوبليجيا. مايكروسكوبيك بيكتشر اس ديسبليس زي ما قلنا تمام. ده كده فكره الكارسينوما ان سايتو، ودي حاجه بري مالجنت. في الغالب بيقول لك مثلا احنا درسنا دلوقتي ايه، بيقول لك درسنا الاتروفي ودرسنا الهايبرتروفي عكس بعض. بعد قلنا لما يزيد الاستريس فان الخلايا تعمل هايبربليزيا، لو زاد قوي تعمل ميتابليزيا، لو زاد خالص يعمل ديسبليزيا، والديسبليزيا تتحول لكارسينوما ان سايتو ثم كانسر. بعد كده هياخد مثال حيوي، ده مش موجود عليكم في الكتاب ولكن انا بقوله، حاجه اسمها سيرفايكال انتريوتراين نيوبلازم على مستوى السيرفكس. لو دي رسمنا ان ده يوترس ونازل منه ده سيرفكس تمام، ودي فاجينا. فان لو حصل سيرفايكال ديسبليزيا دي اسمها سيرفايكال انتريوتراين نيوبلازم، بتيجي مع حاجه اسمها الايه الهيومن بابلوما فيروس. لما يجي الهيومن بابلوما فيروس ده يصيب السيرفكس بيحصل فيه ديسبليزيا او السايكل اللي احنا قلناها الميتابليزيا والهايبربليزيا والميتابليزيا والديسبليزيا، ويحصل كارسينوما ان سايتو بسميها سي اي ان. السي اي ان طب ايه فايدتها؟ قال لي دي عباره عن سكريننج تيست، بعمل بير سكريننج تيست للسيرفايكال كارسينوما تمام. ودي تطبيق كلينيكال عشان بس احسسك ان الباثولوجي مش بعيد عن الحياه، الباثولوجي موجود في الحياه، موجود بكثره ومهم جدا في الطب تمام. كده احنا خلصنا محاضره الايه او محاضره السيلير ادابتيشن. هنتكلم دلوقتي على محاضره من اجمل ما يكون عن واسهل ما يكون، اسمها الاكيوت انفلاميشن. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، المحاضره الثانيه وهي بعنوان الاكيوت انفلاميشن. الانفلاميشن يا شباب هو ايه؟ عباره عن الرياكشن of living organ into injury. يعني ايه؟ ردة فعل الجسم الحي لما يحصل له injury. والانجري مش يعني التعويرة اللي في دماغك، لا، الانجري في الطب مفهومة اوسع من كده، لان هي تشمل اي حاجة تزعج الاورجان زي المايكرو اورجانيزمز، فيروس، بكتيريا، فنجس، الفورين بوديز، التيومر سيلز، الهايبر سنسيتيفيتي، اي حاجة تعمل انجري. الانفلاميشن له اكيوت تايب هندرسه النهاردة، وكرونيك تايب هنعرفه بعدين. ولا اكيوت انفلاميشن يا شباب له حاجتين مهمتين جدا، جروس بيكتشر حاجات هشوفها على العين المجرده، والباثوجينيس بتاعه، والاثنين في منتهى الاهميه. ترجع اهميتهم ليه؟ لان انا لما اذاكر الاكيوت انفلاميشن دلوقتي، وبالتالي لما اجي في ثانيه وثالثه اقول لك اكيوت بانكرياتايتس، خلاص هتقول الكلينيكال بيكتشر من هنا، اكيوت ابندسايتس هتقولها من هنا، اكيوت هيباتايتس هتقولها من هنا، خلاص. قال لي ان الاكيوت انفلاميشن له 5 كاردينال ساينز تحفظه زي الاسم بالانجلش واللاتيني. قال لي نحفظهم كده: ريد هوت تندر سويلنج، ريد هوت تندر سويلنج معاه لوسوف فانكشن. وده حاجه بشوفها طبعا مشهوره جدا في الابسس الحراق، بيبدا في الاول بريدنس واحط ايدي ظهري ايدي عليه اري هوت يعني سخن، بعد كده لو ضغطت عليه بيوجعني يبقى تندر، والاقيه بعد كده بيعمل سويلنج يبقى ريد هوت تندر سويلنج. قال لك الريدنس يعني روبر، الهوتنس يعني كالور، تندر يعني دولار، والسويلنج يعني تيومر. مهم جدا احفظ الاسماء اللاتينيه دي كده تمام. ماشي، نيجي بعد كده للباثوجينيس. قال لك ان الاكيوت انفلاميشن له تو فيزز، اول حاجه الفاسكولار فيز، تاني حاجه السيلولار فيز. الفاسكولار فيز يا شباب معناها الانفلاماتوري اكسيوديت، الهدف منها تطلع لي انفلاماتوري اكسيوديت، تطلع لي شويه بلازما او شويه فلويد من البلد يروحوا لمكان السيلز يحاولوا يهاجموا او يعملوا نيوترلايز زي ما هنشوف دلوقتي حالا البكتيريا. بعد كده السيلولار فيز الهدف منها ان انا اطلع نيوتروفيلز
من البلاد يروحوا لمكان الانفيدر ده كده او مكان التيشو انجري يحاولوا يعملوا فاجوسايتوزس. فالاكيوت انفلاميشن يعني حاجتين، يعني انفلاماتوري اوكسيديت ويعني فاجوسايتوزس بالنيوتروفيل. ماشي يا شباب، ندخل بعد كده على دراسه الفاسكولار فيز. الفاسكولار فيز يا شباب في اي كتاب ثلاث حاجات، بس في المحاضره ست حاجات، نقول في الاول ثلاث حاجات ونشرحهم بعد كده نقول المحاضره الى ايه. لو احنا افترضنا جدلا ان دي كده شويه خلايا ودي كده الكابيلاريز اللي بتغذيهم، فاول حاجه يا شباب بتحصل في الاكيوت انفلاميشن فازو دايلاتيشن، الاقي الكابيلاريز بدل ما هي صغيره كده وسائل كده. طيب ازاي حصل فازو دايلاتيشن؟ قال لما حصل انفكشن هنا او وليكن اي تيشو انجري طلعت ميدييتورز. هذه الميدييتور زي ايه يا شباب؟ قال لي ميدييتورز زي الهيستامين اللي في الماست سيلز، زي السيروتونين اللي هو في مين؟ اللي هو في البليتلت، زي حاجه اسمها البرادي كاين اللي بيطلع من الدامج سيلز، واخوه الكاليكرين، واعتقد سمعت الاسماء دي قبل كده في المناعه. يحصل فازو دايلاتيشن فيحصل سلوينج للايه؟ للبلاد فلو هنا، اللي يحصل سلوينج للبلاد فلو هنا، واعمل تاني حاجه انكريز الكابيلاري بيرميابيليتي، يعني الاخرام اللي هنا اللي هي المفروض في الطبيعي بتنفس كميه ضئيله من الميه توسع، فلما توسع ندخل في رقم ثلاثة يحصل حاجة اسمها اكسيوديشن، يعني طلوع الفلويد من البلازما او من البلاد اللي فيه الانترستيشال فلويد، اكسيوديشن اوف انفلاماتوري اكسيوديت. تمام، دي كده الثلاث خطوات بتوع مين؟ بتوع الفاسكولار فيز. تعال نقول بقى، فقال لك ان اول حاجه هي الفازو دايلاتيشن، وده بيحصل لما يحصل تيشو انجري يطلع ميدييتور زي الهيستامين اللي جاي من الماست سيل، زي السيروتونين اللي طالع من البليتليت، الكاليكرين والبراديكان اللي طالعين من الدمج دي تيشو. تاني حاجه تزيد الكابيلاري بيرميابيليتي بميكانيزم برضه قريب من الميدييتور يزودوا الكابيلاري بيرميابيليتي. تالت حاجه انا دلوقتي وسعت الاخرام، وسعت الاخرام ووسعت البلاد فيزل فزودت الفلويد او البلاد اللي جواه، يبقى كده الدنيا مهيئه لان يطلع لي حاجه اسمها الانفلاماتوري اكسيوديت، وكلمه تطلع لي يعني اكسيوديشن اوف فلويد. مهم جدا اعرف ثلاث حاجات. الفلويد اللي طالع ده اول حاجه اسمه ايه؟ هو اسمه انفلاماتوري اكسيوديت. عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن فلويد غني بالبروتينيات، يبقى fluid rich in protein passes from the blood into the site of injury للايه؟ للانجرد تيشو. ماشي، طيب ازاي؟ قال لي بثلاث حاجات انت حضرتك عملتهم، ايه هما يا فندم؟ قال لي حضرتك انت عشان تطلع لي انفلاماتوري اكسيوديت عملت لي اول حاجه انت وسعت الكابيلاريز، فلما وسعت الكابيلاريز زاد البلاد اللي ماشي، وزياده البلاد يعني زياده الهايدروستاتيك بريشر، فلما يزيد الهايدروستاتيك بريشر الدم حضرتك يطلع او البلازما تمشي من جوه لبره الووتر. تاني حاجة انت زودت لي الكابيلاري برميابيليتي، وسعت لي الاخرام اللي تمشي فيها الفلويد. واخيرا لما حصل انفكشن هنا فطلعت شوية بارتكلز، هذه البارتكلز طلعت في الانترستيشال فلويد فزودت الاوزموتيك بريشر، ولما يزيد الاوزموتيك بريشر كلنا عارفين ان الاوزموتيك بريشر بيسحب الميه بينما الهيدروستاتيك بريشر بيزق الميه، فزاد الهيدروستاتيك بريشر جوه الفيزل فزق الميه، وزاد الاوزموتيك بريشر في الانترستيشال فلويد فشفط الميه. يبقى تاني ميكانيزم او تالت ميكانيزم زياده الاوزموتيك او الانكوتيك بريشر فين؟ في الانترستيشال فلويد. يبقى عرفنا عباره عن ايه؟ عرفنا هاو عن طريق انكريز الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر وزياده الكابيلاري بيرميابيليتي وزياده الاوزموتيك بريشر في مين؟ في الانترستيشال فلويد. طيب الفانكشن بتاعت ليه انا طلعت انفلاماتوري اكسيوديت؟ قال لك حضرتك الانفلاماتوري اكسيوديت له ثلاث وظائف.
اول حاجه مش في بكتيريا هنا، البكتيريا دي عماله تطلع توكسنز، وانا الطبيعي لو حاجه في جيش جاي يهاجم مصر فالافضل ان انا اطلع له جيش يحاربه بره واخلص البلد منه قبل ما يدخل اصلا، ولا استنى لما يجي القاهره وابدا احاربه؟ لا طبعا اطلع له جيش بره. يبقى فعلا الانفلاماتوري اوكسيديد يطلع يحاول يعمل دايليوشن اوف بكتيريا توكسنز قبل ما تهاجمني. تاني حاجه قلنا ان الانفلاماتوري اوكسيديد ما هو الا في الليويد ريتش البروتين، البروتين زي مين حضرتك اخذت الكومبلمنت سيستم كان رقم 4 في الانيت اميونيتي الهيومورال بارت، وكان عباره عن الكومبلمنت والاكوت فيس بروتينز وحاجات زي كده، فقال لي ان الانفلاماتوري اوكسيديد يحتوي على انتي توكسينز وانتي بودي وكومبلمنت ولايسوزايمز تطلع تحاول تتغلب على هذه البكتيريا، واخيرا بلوك الليمفاتكس. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي لما يحصل انفكشن هنا ببكتيريا فإن شوية بكتيريال توكسينز بيمشوا في الليمفاتيك سيستم ويروحوا للليمف نود، عشان كده يبقى عندك تونسلايتس. تمام، بلاقي أحس السبمانديبولار ليمف نود ألاقيها إيه؟ ألاقيها انلارج، أحس بكلكيعة. ليه يا شباب؟ عشان حصل سبريد للإنفكشن من السايت عن طريق الليمفاتيكس يروح الليمف نود. طيب وظيفة الإكسيوديت ده يعمل إيه؟ قال لك يجي هنا يزيد فيضغط على مين؟ على الليمفاتيك كابيلاريز، فيقفلها او يضيقها فيقلل السبريد، لان الانفكشن يساوي زي ما شفنا الاكيوت انفكشن يسبريد بالبلط في لما المعاناه تبقى قليله من السيبتسيميا وسيبتك شوك، او يسبريد بالليمفاتيكس يروح الليمف نودز اللي هي الدريننج ليمف نودز. تمام كده يا شباب احنا خلصنا الفاسكولار ريسبونس او الفاسكولار فيز. تمام قلناها كم مرحله؟ 3 مراحل. في المحاضره بقى مزودين كم مرحله، طبعا المحاضرات النقاط دي موجوده لمايلينها بس ذات اهميه اقليه. يعني ايه؟ يعني بيقول لك اول حاجه بريف فازو كونستريكشن، بعديها باسيف فازو دايلاتيشن. والباسيف فازو دايلاتيشن ده مسؤول عن حاجتين، مسؤول على الريدنس، مش احنا قلنا فايف كاردر سي، مسؤول عن الريدنس والهوتنس. بعد كده لما يحصل فازو دايلاتيشن يحصل سلوينج للبلاد ستريم، ماشي. بعد كده زياده في الكابيلاري بيرميابيليتي واكسيوديشن اوف فلويد، والاثنين دول يعملوا الاديما اللي هي التيومر. اخر حاجه دايلاتيشن اوف الليمفاتيك فيزلز، زي ما قلنا لما الليمفاتيك فيزلز الانفكشن يمشي من الايه، من السايت يروح مع الليمفاتيك كابيلاريز يروح للايه، للدريننج الفنود، يحصل فيه هايبربليزيا وانفكشن. يبقى هم 6 خطوات: بريف فان كونستريكشن، فازو دايلاتيشن، سلوينج في البلاد ستريم، انكريز الكابيلاري بيربيريتي اند اكسيوديشن اوف فلويد، واخيرا دايلاتيشن اوف الليمفاتيك فيزلز. وكده خلصنا ما يسمى بالفاسكولار فيز. ندخل بعد كده يا شباب على السيلولار فيز. تمام، والسيلولار ستيج يا شباب فيها كم خطوة؟ عبارة عن 4 خطوات في المحاضرة، ولكن هم في الحقيقة حوالي 7 خطوات. هنقوله ونشرحه. أول حاجة البيفمنتيشن، بعد كده إميجريشن، بعد كده لا نشرحه من الأول أحسن قبل ما نقول نجيب الوايت بورد. لو افترضنا إن هنا كده في البلاد أهو، وحصلت الفاسكولار فيز يعني زادت الكابيلار بيربيريتي وحصل فازو دايلاتيشن، ودي كده هنا كده خليه فيها مشاكل، خليه فيها مشاكل جاي لها بكتيريا تقضي عليها، وفي نيوتروفيلز هنا كده. اول حاجه النيوتروفيلز تتحرك من اي مكان هي فيه تروح للسايت، تمشي في البلاد لغايه ما توصل للسايت اوف انفلاميشن بحاجه اسمها ماي جريشن، الهجرة تهاجر، مايجريشن. تمام ماشي، النيوتروفيلز هاجرت 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 وصلت للسايت اوف انفلاميشن. قال لي النيوتروفيلز طبيعيا بتمشي في السنتر اوف بلاد فيزل، تمشي في السنتر اوف بلاد فيزلز. طب هي عايزه تروح هنا، لو هي فضلت ماشيه في السنتر مش هتقدر توصل لمكان الانفلاميشن بالظبط، فعايزه تخلص من السنتر لان هنا الدم سريع، اما على البريفري الدم بطيء، فهي عايزه تروح في البطيء عشان تقدر تتخلص من مين؟ تقدر تتخلص وتهرب من البلاد ايه؟ فيزل. هنطوره. فتعمل حاجه تروح من السنتر تروح للبريفري، فحاجه اسمها مارجنيشن. بعد كده تعمل مناوره عسكريه مشهوره جدا عشان تقدر تتخلص من الاندوثيليوم ده كده او من الفيزل وول، فتعمل رولينج يا شباب، ترول كده.
كنترول على مين؟ على الايه؟ على الاندوثيليوم، عشان تعرف نقاط الضعف بتاعت الاندوثيليوم عشان تقدر تهرب منه وتتخلص منه. يبقى تالت حاجة تعمل رولينج. بعد كده عرفت اماكن الضعف، روح ماسكه في اماكن الويكنس او الاماكن اللي هتقدر تهرب منها. يبقى الخطوه رقم 4 ادهيجن، بحاجه اسمها الادهيجن مولكيولز. يبقى اول 4 خطوات، ودول اسمهم عندنا في المحاضره بيفمنتيشن او بيفمنتنج، دي اول خطوه. قال لي بعد كده النيوتروفيلز دي يا شباب عايزه تتحرك، عايزه تروح من هنا توصل هنا، وحركه يعني عايزه باميبويد لايك، فبالتالي تروح مكونه سودوبوديا، تكون كده نرسمها كبيره كده، تكون سودوبوديا اهداف عشان تقدر تمشي بيها على الفيزل وول. يبقى رقم 5 تكون اميبويد اميبا وتحاول تتملص بقى، هي عارفه نقاط الضعف فتتملص من الفيزل وول وتعمل يا شباب اميجريشن. وإيميجريشن يا شباب ليه اسم تاني موجود بس مش موجود عندكم، ديابيديزيس، يعني قدرت بالسودوبوديا بتاعتها ان هي تتخلص وتتملص من الايه، من الفيزل وول، وتروح لمين؟ لمكان السايت، تطلع بره الفيزل وول. بعد كده هي دلوقتي بقت هنا كده عايزه تمشي من هنا للمكان ده، هذه المشيه تسمى بالكيمو تاكسس، ودي ليها ميكانيزم سبحان الله. قال لك السيتوكاينز يطلع مع الانفلاميشن ده شويه سيتوكاينز وشويه انترلوكن، واشهرهم الكومبلمنت 5A والكومبلمنت 3A، ودول اسمهم البرو انفلاماتوري كومبلمنتس. وحضرتك اخدت في الكومبلمنت اللي الكومبلمنت لما يحصل له اكتيفيشن بيتحول لحاجه كومبلمنت A وكومبلمنت B، بيكمل في السايكل بتاعت الكومبلمنت، بينما الكومبلمنت A يا فندم يروح يعمل برو، يبقى اسمه برو انفلاماتوري برو انفلاماتوري سايتوكاينز، اللي هي الكومبلمنت 5A والكومبلمنت 3A، ودول مسؤولين على الاكيوت انفلاميشن والفيفر، تمام؟ وروح الحاجات دي تركب على النيوتروفيل وتقودها، ودي الخطوه رقم 6، حاجه تسمى بالكيمو تاكسس. ويقول لك تعريف للكيمو تاكسس في الكتاب او الورق، يقول لك الكيمو تاكسس از ايه؟ موفمنت اوف نيوتروفيلز جايدد باي كيميكال سيجنال. كيميكال سيجنال دي من اللي عملها السيتوكاينز والانترلوكين والكومبلمنت زي ما شفنا. اخر حاجه يا شباب، وهي ان خلاص النيوتروفيل وصلت للمكان ده، عايزه تتخلص بقى وتقتل الحاجه دي فيما يعرف بالفاجو سايتوزيس. والفاجو سايتوزيس ليه كذا خطوه هنعرفها دلوقتي حالا. دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على الفاجو سايتوزيس. قال لي لو افترضنا ان دي نيوتروفيل ودي خليه فيها مشكله، اول حاجه تحصل يحصل ادهيجن. النيوتروفيل روح ماسكه في مين؟ ماسكه في الحاجه اللي ايه اللي هتعمل لها انجلف. يبقى أول حاجة يا شباب أدهيجن. بعد كده روح النيوتروفيل دي تمد دراعاتها كده وتحاول تاخد الحاجة الغريبة دي جواها وتبلعها فيما يسمى بالإنجلفمنت. بعد كده أصبحت الحاجة الغريبة دي جوه النيوتروفيل، فالنيوتروفيل تعمل لها كيلينج. والكيلينج يا شباب حاجة من الاتنين، يا إما أوكسجين ديبندنت يا اما اوكسجين نون ديبندنت. ولو هو اوكسجين ديبندنت يبقى عن طريق الفري راديكال، زي مين؟ زي الهيدروجين بيروكسيد والسوبر اوكسيد والنيتريك اوكسيد، تمام؟ او نون اوكسجين ديبندنت عن طريق مين؟ عن طريق الانزيمز اللي جوه اللايسوسومز. والكلام ده اعتقد مريتوا عليه قبل كده، هنقراه على السريع. بيقول لك ان السيلولار ستيج عباره عن 4 خطوات: بيفمنتيشن، ايميجريشن، كيموتاكسيس اند فاجوسايتوزيس. البيفمنتيشن قلنا النيوتروفيل تمشي من المكان ده لغايه السايت اوف انفلاميشن، يسمى بالمايجريشن انتو سايت اوف انفلاميشن. بعد كده تتحرك من السنتر للبريفري بما يعرف بالمارجنيشن. بعد كده تعمل مناوره عسكريه رولينج على الاندوثيليوم عشان تعرف نقاط ضعفه. بعد كده تمسك في الحتت الضعيفه يبقى ادهيجن مولكيولز، تمام؟ دي اول خطوه. بعد كده تكون سودوبوديا وتطلع وتتملص من الفيزل وول بما يسمى بالايميجريشن. بعد كده روح رايحه ناحيه السايت اوف انفلاميشن بالموفمنت نيوتروفيل. قال لك الايميجريشن، عرفنا الايميجريشن الاول، موفمنت اوف نيوتروفيلز فروم البلاد فيزلز انتو الانترستيشال فلويد باي اميبويد موفمنت بما يسمى بالايه؟ الايميجريشن. بعد كده الكيموتاكسس، يقول لك ده ايه؟ طلعت النيوتروفيل بره بينما مشيت ناحيه مين؟ ناحيه السايت اوف انفلاميشن. يقول لك بروسس باي ويتش ليوكوسايتس اللي هي نيوتروفيلز مايجريت تو هاجر
in response to chemical signal او guided by chemical signals. والchemical signal زي ايه؟ زي cytokines والcomplement 3A والcomplement 5A اللي هو pro-inflammatory complement. اخر خطوة يا شباب هي الفاجوسايتوزيس، وقال اللي بيحصل في الاول النيتروفيل تمسك في الحاجة بالادهيجن، تمام؟ الادهيجن ده is aided بحاجة اسمها الاوبشنايزيشن، بعد كده تبلع الحاجة بيحصل لها engulfment، بعد كده تبقى جواها فتعمل لها كيلينج يا اما اوكسجين ديبندنت كيلينج يا اما اوكسجين نون ديبندنت كيلينج. الاوبشنايزيشن اخدته طبعا في المناعة، قلنا لما يبقى في انتي انتيجين كده روح تيجي انتي بضيهات ماسكة فيه، انتي بضيهات ماسكة فيه، انتي بضيهات ماسكة فيه، الانتي بضيهات دي تقول الماكروفيج او النيتروفيل تعالي بسرعة حوط الحاجة دي وكليها. يبقى الاوبشنايزيشن هي الحاجة دي، ان هو الاوبشنايزيشن ده خطوة يعمل يحصل كوتينج للانتيجين باي انتي بوديز ويتش ايد ذي فاجوسايتوزس، ذيس از كولد اوبسونايزيشن. وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرتين، اول محاضرتين في الاسبوع ده ان شاء الله.